طيب اهلا بيكم من غير كلام كتير ومن غير تطويل في المقدمات. انا قلت لكم ان احنا معرض ديارنا وعندنا مجموعه من العارضات، عشان لو قلت عارضين ممكن اضطرت بره الاستوديو، والحاجه بتاعتهم موجوده عندنا وهنتفرج عليها وهنشوف كل شيء معانا داخل الاستوديو بالترتيب. شيرين عاصم مستشاره وزاره التضامن للتسويق والمعارض، صح كده؟ صح مظبوط. وسلمى عبد الرؤوف هي اللي مصممه اللي لابسه شيرين وحاجات تانية كتير موجوده الناحيه دي، وكمان ناهد ابو المجد عامل لنا السجاد اللي معمول من الجلد الطبيعي بس بتصميمات عصريه، صح كده؟ مظبوط، تمشي كده، تمشي كلمه عصريه. اوكي. ومعانا اماني عبد العزيز، براند اماني عبد العزيز جولري، ودي الحاجات اللي موجوده هناك. اظن جولري يعني مجوهرات، حلي، شوفوا الترجمه اللي انتوا تناسبكم عامله ازاي. هبدا الاول بشيرين على المعرض. انا اقدر اقيس المعرض بانه ناجح او مش عايز كلمه مش ناجح او اقل نجاحا ازاي؟ المعرض لازم يتعمل له اعلانات، لازم انزل اقول قبلها على السوشيال ميديا انه يترقبوا وجود المعرض ده، فالناس تبقى مستعده. معرض ديارنا بقاله 65 سنه بيتعمل، فالناس عارفه. احنا بس غيرنا، ابتدينا نغير الفانيو، نروح للتارجت سيجمنت بتاعتنا. شوف تارجت سيجمنت فين ونروح لها. ولكن هو معرض بقاله 65 سنه بيتعمل. لما بقول 65 سنه مش معنى ان دي الدورة ال65، دي السنة ال65. خلال السنة بعمل كذا معرض لديارنا، يعني في ديارنا مارينا، في ديارنا بنعمله في 6 اكتوبر او في الشيخ زايد، بنعمله في سي اف سي. المعرض بتاعنا ده على مساحة 2800 متر، عندي اكتر من 400 عارض، والمعرض ممتد لغاية يوم 11 مارس من 10 الصبح ل 10 بالليل. من 10 الصبح لعشرة بالليل. طيب أنا هرجع بعد شوية هسألك على مسألة الفئات المستهدفة من المعرض إيه، لأنه الفئات المستهدفة يبقى شرايح سعرية كمان في نطاق معين، فيا ترى احنا رايحين فوق ولا في النص ولا رايحين لتحت شويتين، ده برضو مهم. وكنت بقول إنه سلمى عبد الرؤوف هي اللي مصممة اللبس ده، صح كده؟ بقالك قد إيه بتعملي ده يا سلمى؟ البراند بتاعي بدأته من 4 سنين. درست الفاشن وعملت دبلومة في الفاشن والرسم. أنا أصلا يعني بحب الرسم، كان أساس البداية بتاعتي. إن أنا سبت شغلي بعد حوالي 15 سنة في الميديكال انشورنس، وبعد كده قلت عايزة أعمل حاجة بحبها. أنا بحب يعني الرسم. كنت بتشتغلي في مجال التأمينات الطبية مجال مختلف خالص، وبعدين رحت سايبة كل ده ونقلتي على أنه تصممي ملابس. بالظبط. فحبيت ادرس الموضوع، فابتديت بالدبلومه بتاعه الفاشن، وازاي ارسم باترون، وازاي اعمل ديزاين، وازاي يعني اعرف الخامه المناسبه للموديل اللي انا بختاره. بعدها عملت البراند بتاعي بالظبط من 4 سنين. كان هدفي ان انا اعمل حاجه مناسبه يعني للحجاب وغير الحجاب، بس تكون مختلفه. يعني مثلا حاجات يبقى فيها باتش ورك زي الديزاين اللي انا لابسه ده، حاجات تانية يبقى فيها تطريز، ومعايا كولكشن يعني حابة ان انا اوريه لكم. طبعا هنشوف كل حاجة. طبعا اول الحاجات دي انا درست الحاجات انا درست الفاشن في مكان في المعادي، كان مفيد جدا بصراحة، لان انا بعديه كمان اخدت كورس في التصوير، يعني ابتديت ان انا اعرف ازاي اصور المنتج بتاعي. وبعدين ابتديت ان انا انزل بازارات. البازارات بالنسبه لي كانت فرصه كويسه قوي ان انا اخد فيدباك فيس تو فيس من اي كلاينت بيشوف المنتج بتاعي. ابتديت اعدل على الموديلات بناء على ان الناس تقول لي طولي شويه، قصري شويه. فالبازارات بالنسبه لي هي كانت البدايه للسيلز بتاعتي في القاهره. يعني بعد شويه ابتديت انزل بازارات في اسكندريه، وبعد كده شاركت في المعارض اللي زي ديارنا. ديارنا بالنسبه لي كان اكسبوجر حلو جدا، ان انا حسيت ان كل الناس مهتمه قوي قوي بالهاند ميد، الناس مقدره اللوكال براند جدا. وبعدين يعني حسيت ان انا برضو اخدت فيدباك كويس، ان انا اظبط حاجات مثلا في رمضان بالستايل الكفتانات مثلا، يعني ابتدوا يسالوني على حاجات رمضان، فاشتغلت على الكولكشن بتاع رمضان. يعني لسه اول بازار ما كانش معايا ولا قطعه من حاجات رمضان، ابتديت اعمل حاجات رمضان ستايل مختلف شويه، شيرين لابسه حاجه منها. أيوة. ومعايا حاجات تانية. اول ما دخل قالت لي ده بقى اللي عاملاه سلمى.
بس ده باختصار يعني الشغل بتاعي. اوكي طيب ناهد، كنت بتعملي ايه قبل ما تعملي السجاد اليدوي ده او السجاد اللي من الجلد اليدوي؟ عشان واضح ان كلكم عندكم قصص ما قبل، يعني قبل ما تبداوا الحاجات دي. احكي لي. انا كنت قبل ما اعمل الشغل دوت، اول ما اتخرجت، انا متخرجه اساسا بكالوريوس تجاره مش فنون خالص ولا ديزاين، مع اني انا اللي بعمل الحاجات دي مش جايبه حد ديزاين. كنت شغاله موظفه عاديه. اترقيت في شغل، اترقيت مديره تنفيذيه لمصنع كبير في مصر. حلو. كان مجاله بلاستيك. أوكي. بعيد خالص عن الجلود يعني. آه. وبعدين الثوره قامت والدنيا اقتصاديا يعني المصانع الكبيره دي بدات تتاثر وقفلت. آه. فقعدت من الشغل وكنت زهقت بقى، كنت بقى لي 10 سنين بشتغل يعني موظفه، فقلت لا انا هقعد وحملت في ابني وقلت لا انا خلاص هقعد في البيت. طبعا اللي بيشتغل ومتعود على الشغل ما طبعا بيقدرش يقعد. هي سنه واحده ولقيت نفسي عماله افرك، لا عايزه اعمل حاجه. قلت انا مش هشتغل بقى ايه شغل موظفين تاني ولا عند حد، انا هعمل مشروع لنفسي. واخترت كله، قال ان هي هتعمل مصنع بلاستيك يعني، على اساس ان هي كانت فاهمه كويس قوي في المجال ده. انا والدي الله يرحمه من المدابغ وبتاع جلود، والعيله كلها تجار في الجلد ومدبغيه، فقلت لا انا هشتغل على الشغل بتاع العيله عندي وبالذات الجلد الطبيعي. ليه؟ لان انا بابا يعني عز عليا قوي اسمه يعني، الله يرحمه، الله يرحمه. فقلت لا، وهسمي الشركه باسمه كمان، لان انا نفسي ان بابا اسمه يبقى على المنتج المصري. ها. كتصنيع مش كتجاره او دباغ. وكان عندي احساس ان البلد اللي انا بدات بايام الثوره وحظر التجوال في 2011 مشروعي، الدنيا كلها كانت مضلمه وانا بنزل في الضلمه وفي حظر التجوال اجيب جلد واعمل عينات واسلي نفسي في الوقت دوت. يعني تنزلي في حظر التجوال تروحي على المدابغ؟ اه. المدابغ بتاعتنا بتاعت زمان. انا عندي احنا عندنا مدبغه بس اخواتي الولاد اللي قاعدين فيها، الرجاله اللي قاعدين فيها. ماشي. انا قلت لهم انا هنزل هجيب الجلد، حتى هم في الاخر قالوا لي اقعدي، الجلد اللي انت عايزاه احنا هنجيبه، نبعته لك على البيت. بالظبط. آه. لا بس انا كنت بعمل العينات ديت وانزل بيها في شركات كبيره في مصر اعمل تيست للمنتج قبل ما انزله السوق. اوكي. فعملت تيست، عملت حوالي 16 سجاجيد كده تمام، وعملت الديزاين كله من دماغي وعملته مختلف. هو الشغل ده ما كانش موجود في مصر خالص، كان موجود في الهند، وكان الشركه الكبيره ديت بتستورده من الهند 3 4 قطع على انه ده جلد طبيعي، فكانت بتبيع السجاده بألوفات رهيبه. طب وانا استورده من الهند ليه؟ ما انا عندي. ما هو انا ما كنتش لسه ظهرت، انا ما كنتش لسه ظهرت حضرتك، خلاص بطلوا يستوردوه. هو انت اول حد يعمل كده ده بجد؟ ايه؟ اول حد في مصر يعمل كده؟ كان بيتعمل بشكل ايه؟ شعبي وبدائي قوي، مثلثات وقليل جدا، ما كانش انتشر. يعني كان موجود فعلا في شرم الشيخ بس ما كانش انتشر، بس اول ما احنا بدانا في الموضوع ده بدا ينتشر. كويس قوي. يعني انا دلوقتي يعني انا اول ما بدات كان بقول حضرتك في 2011. وبدانا كاول يعني اول شهر اشتغلنا فيه صدرنا روسيا على طول، جالنا اوردر روسيا وصدرنا روسيا. ما شاء الله. ما كناش لسه عندنا خامات، بس بدانا نشتغل اونلاين، عملنا صفحه على الفيسبوك وبدا يجي لنا اوردر لايه؟ لروسيا. فبداتي كمان تصدير. يعني هو التصدير مش ديلي بقى، مش مستمر. انا مش عايزك تاخدي راحتك في الكلام قوي عشان الضرايب سامعانا. لا لا هو ما انا لسه بقول حاجه. لا لا انا صريحه، ما انا اوريدي. مسددين اهم حاجه. احنا مفتوح لنا ملف ضريبي لسه. لا هو التصدير بيجي ازاي؟ احنا لغايه دلوقتي مش مصدرين مع شركات مباشر. أوكي. بيجي مثلا زي وسيط ياخد الشغل وبيبقى هو ليه العميل هناك في البلد ديت وبيبتدي هو يورد له. اه. يعني زي احنا انا بعتبره مش تصدير مباشر، بعتبره شغل جمله. لانه لسه في ميدل مان في النص. اه بالظبط. طيب اماني عبد العزيز جولري، اول سؤال هساله غير انك هتحكي لي الحدوته بدات ازاي، ايه اللي يخلي التصميمات بتاعه اماني عبد العزيز مختلفه عن كذا وكذا 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 اللي كانوا موجودين قبل او اللي ظهروا معاكي او اللي وارد انه يظهروا بعد شويه؟ اللي يخلي شغلي انا مختلف شويه الى حد ما ان انا ممكن ابقى ماشيه في شارع المعز في شارع الجماليه وتلاقيني طلعت ورقه وقلم وبرسم مشربيه، برسم شباك جامع. يعني الموتيف اللي انا لابساها دي انا واخداها ورسماها من شباك جامع مهدوم نصه في شارع زقاق كده في الجماليه او في الحسين. انت فاهمني ازاي؟ ده اللي بيلهم. لا طبعا الحته هي اللي بتلهمني او الشغل اللي موجود هناك بيلهمني. انا كل شغلي يعني باخده من التراث بتاعنا، اسلامي ابتي فرعوني، ممكن ادخل عليه شويه حداثه او اخليه مودرن شويه، بس ستيل ده اللي بيخليني ديفرنت مختلفه. يعني بداتي بقى القصه دي امتى وازاي؟ هربت من شغلي بقى بعد 20 سنه برضه. كنت بتشتغلي ايه؟ في شركه اتصالات كبيره جدا وتايتل حلو جدا وفي قسم السيلز،
وعلى فكره انا درست فن 5 سنين وخرجت من الكليه، اتخرجت من الكليه اشتغلت دايركت شركه الاتصالات، عملت كارير كويس وتايتل كويس. بس جيت من حوالي 6 سنين بين يوم وليله خدت قرار ان انا مش هشتغل الشغل ده تاني خلاص نقطه، وهبدا الشغل بتاعي. بدات انزل اخد كورس. بعد 20 سنه شغل معاهم بعد 20 سنه سبت كل حاجه ومشيت ورا حلمي ان انا بدات اخد كورسز من الاول وانزل الحسين واقعد مع صنايعيه واروح لمراكز متخصصه في التعليم. ولسه لغايه دلوقتي طبعا المجال ده عمره ما بينتهي، يعني احنا لسه لغايه النهارده انا بتعلم الصاغه، بتعلم الطلا، بتعلم الشغل كتير جدا يعني حرفي. انت عارف حقيقي الشغل الحرفي ما بيجيش عند نقطه ويقف يعني. يعني في حاجات كمان مطليه ذهب و يس طبعا، احنا شغلي كله بيطلي ذهب عيار 18 او بلاتين، يعني اعلى حاجه بقى اسمها ذهب قشره الجمل موجود زمان. وطبعا في حاجه الاستاذه شيرين لابساها ده ستايل تاني خالص، بنديله لون اوكسدي بيدينا شويه الحاجه القديمه. انتوا بتستغلوا شيرين بقى؟ طبعا شيرين والله هي اللي مديانا الفرصه الحلوه دي. انا هستاذنكم عايز اروح لفاصل وهرجع مره تانية لشيرين عاصم، لان مساله البراندز اللي معموله والتصميمات اللي هي مختلفه ومتفرده ومساله التصدير دي بقى اكتر حاجه في الدنيا انا تعجبني واهتم بيها. هستاذنكم هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. طيب انا بعد شويه هكلمكم على الحاجات كويس وهنتفرج عليها، ويعني هحاول احط كده التقييم السعري من غير ما يخضوني هيقولوا لي، لان واضح ان الحاجات كلها هتبقى غاليه في الاخر خالص. بس مش دي المساله دلوقتي، هي المساله زي ما انا كنت بقول قبل الفصل، انا عايز ارجع لشيرين عاصم كمستشاره للتسويق والمعارض. اول حاجه على اي اساس بنختار العارضين او بتختاريهم ازاي يا شيرين؟ ده واحد. اتنين، هل احنا بنساعدهم يصدروا مثلا او نفتح لهم اسواق اكتر ولا ايه؟ خلينا ناخد سؤال الاولاني. ماشي. ديبينز، انا بعمل معرض تبع الوزاره ولا معرض هدفه التصدير؟ السلكشن كرايتيريا بتختلف. اوكي. لان لازم العارض يبقى عنده كاباسيتي انه يصنع كميات لو طلب منه اوردر. احنا في الوزاره بنبتدي بالاسر المنتجه. الأسر المنتجة لما بناخدها وبندعمها وبيبتدوا ينزلوا معارض والناس بتشوفهم، بيبقى عنده كلاينت بيز أو بيربي زبون. المستهلك لما بيجيله وبيشغله، فبالتالي بيدفع له فلوس فبيبقى عنده إنكم. الإنكم ده بيعمل له استدامة، فالعارض بيبتدي يحس إنه مرتاح. ما أقول له روح اتسجل، اعمل بطاقة ضريبية واعمل سجل تجاري، خلاص هو عنده الدخل مستدام داخله كل شهر. في رينج معين بقوله لو بتكسب اقل من كذا خليك وصار منتجه، لسه قدامك شويه. وفي رقم بقوله لا انت لازم تروح تتسجل، انت دلوقتي مشغل تحتيك ناس وعدد كبير، انت لازم تتسجل عشان تبقى اوفيشال، لان انت ممكن يجي لك فرصه تصديريه بس اللي هيمنعك ان انت تصدر ان انت مش متسجل. عشان نقدر نساعدك تكبر روح بقى ابدا سجل. بالظبط، هي بروسس، ببتدي صغير وبكبر. طول ما انا صغير وما عنديش سجل تجاري وبطاقه ضريبيه انا ببقى كلاسيفايد اسر منتجه. عايزه اقول لك انا عندنا الناس في الاسر المنتجه بيعملوا حاجات جميله جدا، بس ظروفهم ما تسمح لهمش ان هم يتسجلوا او ما عندهمش مكان. ولكن مثلا في بعض الناس مشغله تحتها مجموعه من السيدات لسه مش قادرين يتسجلوا، والنهارده كنت بتكلم معاهم انه لا انت لازم تبتدي تسجلي. مشغله 27 ست وشغاله من البيت وما عندهاش
مكان، لان لقيت انه عشان يبقى عندها سجل تجاري لازم يبقى عندها مكان. هي ما عندهاش مكان، هي بتنزل تشتغل مع الستات دي في بيتها، ما عندهمش مجال. بتدي للستات الحاجه في بيتها، بتقص الجلد مثلا وبتخرمه وبتديه لها تخيطه في البيت. فدي انا لازم اوجد لها حل انها تتسجل، لانها عندها فرص بتضيع منها في التصدير. يا اما هيجي حد ياخد منها الحاجات دي وهيصدر حاجتها باسمه. طيب يعني مثلا دلوقتي واحنا معانا العارضات زي سلمى وناهد واماني، بالقطع انتم مش الاسره المنتجه، خلاص يعني ده موضوع تاني. لكن هنا مثلا انا بسال سلمى، بتشتغلي الحاجات بخط انتاج ولا بتشتغلي قطع متفرده بتتباع ما بيتعملش منها تاني؟ لا انا بشتغل مثلا من الديزاين مثلا نقدر نقول 30 بيس، علشان ده حجم الماركت بتاعي مثلا. لكن لو في فرصه ان انا اتوسع ده متاح. يعني انا يعني بعمل الكولكشن بتاعي وبتست مثلا الست اللي انا لبسته ده، لو هو بس سالور هبتدي اكتر الكميه بتاعته. لكن لو فتحنا مثلا في حته التصدير وهل في امكانيه مثلا ان احنا نعمل من المنتج ده عدد، ده وارد. يعني فكره الانتاج وارده بالنسبه لي، ما فيهاش مشكله. ما هياش مرفوضه؟ لا هي مش مرفوضه، لا لكن لسه خالص. ما بدأناش ان انا ما بداتش يبقى عندي خط انتاج بالظبط. بعمل البيسز اللي ببقى عارفه ان انا اقدر اسوقها من خلال الاونلاين ومن خلال البازارات اللي انا بشارك فيها. اوكي نهد نفس السؤال. خط الانتاج، انا بدات الاول زي ما قلت لحضرتك بعينات، بدات اعمل ديزاينز كتير. اول مره يعني في اول سنه بشتغل، السجاده اللي بعملها بعمل غيرها. اوكي كديزاين انا عندي خط الانتاج مختلف شويه. بمعنى هي كله الماتيريال عندي واحد، كله جلد طبيعي، ما كله جلد طبيعي والوان طبيعيه. القصه كلها في قصه الجلد، قصه الديزاين نفسه. فكنا بنطلع اشكال كتير، بنشوف السوق هيمشي ازاي، هيعوز ايه، هيطلب ايه. فبدانا حددنا، لقينا اكتر سحب من الموديلات. تمام، بدات ايه هي اللي اشتغل عليها. دي كانت اول 4-5 سنين. لما بدات انزل معارض بدات الفكره تنتشر في مصر، موضوع سجاد الجلد، وفي ناس بدات تقلد الديزاين بتاعي. ففرض عليا الوضع ان انا لازم اعمل ابتكار وافكار جديده، غير الموضوع ان انا اخد الجلد بلونه وابتدي اعمل له قص وتركيب وخلاص على كده اشكال. بدات اضيف، اعمل فكره الدواير دي اول حاجه ما كانتش بتتعمل خالص في مصر. بدات اعمل الدواير، بدات الدواير افرغها زي ما حضرتك شايف كده. فكل سنه عندي افكار جديده واضافات جديده، وبشوف كخط انتاج كمنتج او كصنف، هو صنف واحد. كديزاين بشوف السوق طالب ايه وابتدي اعمل منه ستوك كبير عندي. يعني فكره الذهبي والشرايط المقلمه دي، او الدواير اللي هو الذهبي والفضي ده، اضافات الذهبي والفضي ديت، دي بقى لقيتها في السوق، يعني ميزتني في السوق المصري والسوق العالمي يعتبر. وفي نفس الوقت برضو بيطلب كتير، لان انا دلوقتي احنا نازلين المعارض وحواليا بتوع سجاد جلد بس انا اللي بيميزني دايما ايه في العميل اللي داخل، الجوده بتاعه شغلي مختلفه. انا طبعا بدي ضمان على السجاد، محدش بيدي ضمان على السجاد. بدي ضمان على السجاد، بدي سنتين ضمان، وبدي صيانه مدى الحياه طول ما انا عايشه والمصنع بتاعي شغال. صيانه ازاي يعني؟ صيانه ازاي يعني؟ هي انا بدي الصيانه دي كسبورت. حضرتك لو السجاده مثلا، تمام، ده شغل هاند ميد يدوي، داخل فيه جزء يدوي، انا مش كله يدوي عندي. ماشي. لان لقيت ان اليدوي لما جربته في البيت عندي، لقيت ان اليدوي في الدواير بيتفك. فمش عامل. اوكي. فبدات اعمل فكره ان الدواير دي تركب فوق بعضها، ما تبقاش جنب بعضها. حتى بمسكها في المعرض للعميله وبشدها لها كده، اللي هو شد، شوفي هتتقطع معاكي ولا لا. استعراض الجوده والمتانه. طبعا. ماشي. ميزه الجلد كمان كسجاد حاجه تانية، ان هو عامل زي الرخام وزي الخشب. بمعنى ايه؟ هتدلق عليه اي حاجه ممكن قابله للبقع، زي نسكافيه، زي قهوه، كاتشب، الكلام ده. انا في قدام برضو في المعرض بعملها لهم كتست، يعني بجيب منديل وبمسح الحاجه. انا اللي يدلق حاجه على السجاده بتاعتي هقطم رقبته. لا انا عايز اعرف مساله الصيانه دي ازاي. يعني لو حصل حاجه عندي في السجاده هكلم الشركه عندك؟ طبعا. السجاده انا كنت بحط ليبل وعليه في الاول خالص، بحط الليبل وعليه رقم تليفوني الشخصي. في السجاده من تحت. ماشي. اسم الشركه ورقم تليفوني الشخصي، بحيث ان السجاده لو فيها اي حاجه
يتصلوا بيا ويجيبوها لي على المصنع. ده شغلي. لو في حاجه هحافظ عليه. هقول لحضرتك فور اكزامبل، لا جالي واحده ست مثلا، سوري يعني مدام، خدت السجاده وعندها كلب في البيت. الكلب قطع السجاده واكلها باسنانه. أيوه. جايبه لي السجاده جزء منها مقطوع. الكلب كلها، طب هتعملها ايه؟ هترميها؟ لا، جابتها لي ودي هسلمها لها في المعرض ده بتاع ديارنا. تمام. والسجاده اللي هي السوداء اللي معروضه، حضرتك بص عليها اللي هي السوداء اللي معروضه حاليا. ماشي. دي بتاعت عميله، اوكي، الكلب عندها اكلها. جبت السجاده، قصيت الجزء اللي ماكول كله. وركبت جلد تاني جديد وعملته بالذهبي تاني. البنت عندي كمان دخلتني في مشكله، العامله اللي بتعمل حطت لها ذهب كتير، يعني اكتر من النسبه اللي هي كانت متوسط بقى قوي. يعني لو ايه، احنا هنكرمك عشان ترجعي لي. بعت لها الصوره قالت لي الذهبي اوفر قوي. بص انا خدمتي ايه، يمكن تكون سامعاني هي العميله. يعني او انا هبعت لها الفيديو ده كفور اكزامبل، يعني حالتها والسجاده بتاعتها موجوده اهي. قلت لها خلاص اوكي، سبت اللي الذهبي زاد فيها خالص وعملت لها واحده جديده. تمام. وراحت قالت لي لا بس انت عاملاها اقلام، الذهبي الشرايط فيه لام، انا عايزه الذهبي اخف. قلت لها دلعي براحتك، حاضر، انا كده كده السجاده اللي هتتصنع عندي هتتباع. كتير كده. انا بقول لحضرتك والله يعني ده اللي بيحصل فعلا في الموقف ده. وعملت لها السجاده، قلت لها اهم حاجه رضاكي. طيب ده كلام حلو جدا. انا لازم قبل ما امشي هسال برضو اماني على نفس المساله، خط الانتاج. ليه يا جماعه ما حدش مهتم بفكره خطوط انتاج تطلع لي كميات كبيره، يبقى في عندي براند مصري كبير معروف في الدنيا؟ دي حرف يدويه يا فندم. طيب حرف اليدويه يونيك اوثنتيك برودكت. انا شغالين على حجم الكميه، حجم السوق، حجم السوق هو اللي بيحكم عليك. انا الشانل اللي بيعمل ديور على سبيل المثال، ما هو عنده خط انتاج وعنده تيلر ميد، عنده ده وعنده ده، والتيلر ميد غالي جدا ومش هنشتريه وكل الكلام. هوضح لحضرتك نقطه، هوضح لحضرتك نقطه. احنا زي ما استاذه شيرين بتقول احنا حرف يدويه. تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا يعني كل واحده بدات فينا ما عندهاش محل او ما عندهاش شوب تبدا تعرض، بدليل ان احنا بننزل المعارض ديت، فاحنا بنربي زبون. ممكن بنشتغل اونلاين، ده برده بنفتح على نفسنا المجال. احنا بنكبر وبيبقى عندنا خط انتاج لما السوق بتاعنا التسويق او طلباتنا بتكتر. يعني انا بدات مثلا بخمس عمال. بعد اللي قلتيه ده هتكتر، يعني لو هنجيب لك السجاده وتعملي لنا 9 مرات الطلبات هتكتر ان شاء الله، يعني هتكتر. لا، ما هو دي بقى بتدي ايه؟ سبورت للعميل، ان العميل خلاص. يعني انا بيجي لي في المعرض، انا بقى لي 3 سنين مثلا بنزل مع ديارنا. إيه العميل بيعدي عليا، انا بقول لهم اتفضلوا تعالوا، انا بنساهم طبعا. احنا اشترينا منك وقبل كده. طيب كويس. الشغل اخباره ايه؟ لا الشغل تمام زي الفل، فخلاص انت ربيت الزبون عارفك. هايل، امين. بص انا طبعا انا ما اقدرش اصنع بكميات كبيره جدا، لان انا تشانل البيع بتاعتي واحده، لا اما اونلاين لا اما عن طريق المعارض اللي الدوله بتوفرها. عشان معتمده قوي على التصميم الشخصي، ده اللي كانت بتتكلم فيه شيرين. بالظبط كده. وانا البيس بتاعتي يعني بتاخد مني افورت جامد. انا 70% من التصنيع بتاعي انا اللي بعمله عندي في بيتي، في مكان في ورشه صغيره عندي في البيت. فحجم الانتاج هيبقى كتير، يعني انت فاهمني. طب هل من غير، علشان برضه ما نزعلش شريك، علشان ما نعملش خط انتاج لكن في نفس الوقت تبقوا معروفين في كل الدنيا انه تطلب الحاجات بتاعتكم، لازم هقول لك في شيء بقى ده ستيب باي ستيب بيجي عن طريق تكلفتنا اعلى، لان احنا بنصنع كميات قليله. طبعا انا كل ما صنعت كميات كبيره كل ما التكلفه قلت. طبعا ده دور الدوله يا فندم، ده ايكونومي دور الدوله. احنا كمنتجين كلنا وكله بيقول نفس المشكله ديت، احنا كمنتجين كفايه قوي علينا حته الانتاج والتصنيع. تسويق دي بنفتقدها. انا بقول لك احنا ما عندناش محلات بره، لان طبعا عشان تشتري او تاجر عالي جدا، هتضطر تحطه على العميل. حتى هتخش في قصه الاسعار معانا وتسالنا، وقلت هتبقى غاليه جدا. بالعكس كلنا هنقول لك، انا ما اعرفش اسعارهم ايه، بس كلنا هنقول لك اسعار اقل من السجاد. انا بالنسبه لي اقل من السجاد البوليستر وخامه طبيعيه، لان احنا بنحط هامش. هخلص الحلقه واقوم ابص بصه عشان اتاكد بنفسي. دي اهم حاجه. انا عايز اشكركم اولا جدا 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 على وجودكم معانا النهارده. واشكركم على ان احنا مأخرينكم لحد دلوقتي، وحكيتوا لي ان كلكم صاحيين يجي من 7 الصبح او قبل، تعبناكم. وبنشكركم بالمناسبه على الحاجات الحلوه اللي انتم عاملينها. شكرا لحضرتك. هتجول انا في الموضوع ده. كريم رمزي زمانه داخل، هتلاقيه بيتخانق بره على الباب عشان انا سرقت كما جرت العاده حوالي 10 دقائق من وقته. وثواني هيكون كريم رمزي معاكم برنامجه رقم 10. احنا لو كلنا العمر نتقابل بكره ان شاء الله، وبرنامجكم التاسعه. سلامات.